الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أفادت هيئة النزاهة بأن مكاتبها تمكنت من تنفيذ 88 عملية ضبط في شهر تشرين الثاني المنصرم، مبينة أنه تم خلال تلك العمليات ضبط 23 متهما بالجرم المشهود. وأوضحت الهيئة أنها نفذت في محافظة النجف وحدها 16 عملية ضبط، تليها المثنى ب11 عملية وديالى ب10 عمليات، مضيفة أن العدد الأكبر من المتهمين الذين تم ضبطهم كان في محافظة التأميم وبلغ 13 متهماً. أما عمليات ضبط الأوليات المنفذة خلال الشهر الماضي فقد بلغ مجموعها 109 عمليات. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 4 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم القصر بمحافظة البصرة. وذكر بيان الهيئة أن مديرية منفذ ميناء أم القصر الشمالي تمكن من ضبط 3 حاويات تحتوي جرارات زراعية وحاوية تحتوي مواد كيميائية، وجميع المواد متجاوزة المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة. كما أعلنت هيئة العامة للجمارك ضبط 15 شاحنة مخالفة للضوابط في جمرك المنطقة الشمالية. طالبت وزارة الزراعة بإصدار قرار حكومي بوقف استيراد بيض المائدة بسبب تأثير ذلك سلباً على المنتج المحلي. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إن قرارات الحكومة السابقة لا تزال سارية بفتح باب الاستيراد لبيض المائدة ولحم الدواجن، مضيفاً أن هذه القرارات أثرت بشكل سلبي على أصحاب الحقول حيث أغلقها الكثير منهم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المحلية وانخفاض الإنتاج المحلي. وأضاف أن استمرار العمل بهذه القرارات سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج المحلي من البيض وارتفاع أسعاره بشكل أكبر في الأسواق لعدم وجود المنتج المحلي الذي يجب أن يكون صاحب الريادة. أظهر مشروع موازنة الأردن للعام المقبل أن الحكومة تعتزم إقراض مبلغ 8 مليارات دينار، وذلك لتغطية التزامات مالية مستحقة تشمل تغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية وسندات دولارية. وحسب البيانات فإن مبالغ الاقتراض ستخصص لتغطية عجز الموازنة العامة المتوقع أن يبلغ حوالي 1.9 مليار دينار، وتخصيص مبلغ 600 مليون دينار تقريبا لتسديد أقراض القروض الخارجية بالإضافة إلى بنود أخرى. كما ستعمل الحكومة على تسديد مبلغ 233 مليون دينار أقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية، ومبلغ 4.3 مليار دينار إطفاءات للدين الداخلي، ونحو 1.4 مليار دينار إطفاء سندات دولارية. كشفت مصادر مالية أن البنك المركزي الأمريكي ماض في خطة رفع سعر الفائدة على الدولار، وأنه لا سقف لهذا الرفع ما دامت هناك زيادة في معدل التضخم. وأضافت المصادر أن مكافحة التضخم الجامح يجب أن يحتل أولوية قصوى لدى صانع القرار الاقتصادي والنقدي، وأن مواجهة غلاء الأسعار أهم كثيراً من هدف زيادة معدل النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية. وتوقع البنك المركزي الأمريكي وصول سعر الفائدة إلى 5.1% في العام المقبل، بارتفاع عن التقديرات السابقة الصادرة في شهر أيلول الماضي والبالغة 4.6%، وهو ما يعني استمراره في زيادة السعر في الاجتماعات المقبلة. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
جزيل اللقاء.